السلام عليكم ابو حسين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك العافيه استاذ علاء. خايب هلا باعتباركم انتم جبنين وبيعين جبن وحليب وخلافه اكثر من 100 سنه، فبدنا تحكي لنا اول شيء مين اللي اسس المصلحه عندكم؟ والله بالنسبه للي اسس المصلحه هو جده لابوي. ايش كان اسمه الله يرحمه؟ اسمه الشيخ حسن عمري. حسن العمري. نعم. أبو صبحي. أبو صبحي. بالضبط. أنتوا وين كانت حارتكم خاي؟ حارتنا باب النيرب. باب النيرب. هلا أول شيء أنت حكيت لي بأنه كنتوا بيعين سمن، دلالين سمن وصوف. كان دلال سمن إيه. هذا الحكي بال 1900. 1900 تقريبا. سمن عربي اللي هو سمن غنم حديدي بيجي من الريف. من الريف. الغنامي بيجيبوا لكم إياه. مهم؟ ايوه. انتوا ايش بتشتروه منه وبترجعوا بتبيعوه ولا بتاخذوا نسبة؟ بنبيع لهم اياه بالكمسيون. بتاخذوا نسبة؟ بالضبط. هل حكي استمر لايمت؟ تقريبا ماشي 1950. حلو. 60 يعني. نعم. بعدها توفى جدك؟ بعدين توفى جدي. نعم. قلبتوا على ايش؟ جدي اشتغل قصار. نعم. رجع لحم يعني. نعم. القصيبة يعني معروفة. نعم. كار القصيبة معروفة. نعم. بعدين حول على بيع اللبن. بيع لبن الغنم. بيع لبن الغنم. هذاك هذاك الوقت لبن بقر بالخمسينات الستينات ما حدا بيعرف. لبن بقر ما حدا يعرف لبن بقر. نعم. ما كان حدا يعني ياكله بالاحرى يعني. نعم. بعدها بعدين صار يشتغل بدليت اللبن، صار يدخل العرب يبيع لبن غنم. العرب اللي بيساووا لبن غنم بحطوه عنده هو ببيعون بياخذ نسبه. بالضبط. نعم. نعم. كان يمكن يجي اللبن بعلب خشب يمكن مو هيك؟ كان بعلب خشب. نعم. نعم. نعم يا سيدي. بعدين تحول من بيع اللبن بعدين صار يبيع حليب بقري. نعم، هون صار بده ينزل حليب بقري على الاسواق. حليب بقري صار يشتغلوا فيه اهل البوظه وما صار يوزع ايه. نعم. نعم، بوظه نبيل ايش كان هذيك الايام؟ برشاني. برشاني. نعم. نعم. حلبي. نعم. بعدها بعدين صار يشتغل بالجبن. بالجبن؟ ايه. صار يجبن ولا ايش صار يسوي؟ كمان دلال جبنه. دلال جبن ايوه. نعم. جبن ايش بقر وغنم ولا بس؟ ما كان اذا حد لا ما في جبن بقر. لا في بقر. في جبن بقر بهذاك الوقت؟ لا ما في كان، ذاك الوقت ما كان. نعم، حليب بقر. حليب بقر. جبن ولبن غنم. اما نعم. حتى لبن ما عم بحكي حدا. نعم. وعرفت علي؟ من عمرك 12 سنة. عمري 12. شو صار عمرك الله البركة؟ أربعين يعني صار لك شيء 38 لا 28 28 سنة المصلحة. نعم. شباب ولادك هون ولا؟ هذا ابنك الله. والبقية الشباب ولاد اختك قلت لي؟ يعني كلكم نازلين على المصلحة. طيب هلا بدك تحكي لي أبا عن جد. نعم. هلا بدك تحكي لي أنتوا ايش بتساووا هون؟ أول شيء نحن عم نشتغل هلا جبنة مشلشلة مو هيك؟ مشللة ولا مشنشلة؟ الله هي مشلشلة. مشلشلة. ايه بالتاء المربوطة. نعم بالحلبي ما بقولوا مشنشلة. مشللة. مشللة. ايه بيعطوها حلو. نعم. نهفات حلبية يقولوا. نعم، ايش بتساووا انتوا احكي لي؟ هلا انتوا بتجيبوا لبن. نحن بنجيب مادة حليب. أول شيء حليب بقري ولا غنمي؟ حليب بقري. حليب هلا عم نحكي على المشللة. ايه. ما في مشللة غنم؟ في. عم بتصير هلا مشللة غنم ولا؟ في موسمة. ايمت يعني؟ على آخر الشهر الخامس. السادس للثامن تقريبا. ولا هلا بقيان ولا وقفت؟ والله حاليا هلا في بس قليل جدا يعني. بس هلا انا وقت بنزل على السوق بيقولوا لي هي هلا بيقولوا لي هي شلل غنم، ما هو صحيح الكلام؟ والله ما هو صحيح يا استاذ. شلون يعني عم غشونا؟ والله في ماشي. ليه؟ مشيت سلعه. إيه ليش ما بسوا غنم يعني؟ عم بياخذوا حقها غاليه، ما رخيصه ابدا يعني. بوفر الماده. لانه هذا الجبن اذا بده يكون جبن حلو. نعم. يجي هذا الجبن الاخضر. نعم. جاهز للتشليل اللي بجبنه الجبان بالضيعه بالريف. نعم. مو هو صاير نحن هدول غنامي الحلابي. نعم. صايرين بالحسكه صوب القامشلي بالجزيره مثلا. بالجزيره هذا. نعم. من طرف الشرقي، اما من طرف الغربي صوب السويداء درعا. نعم. طرف جنوبي قصدك مو الغربي؟ جنوبي عفوا. نعم. عرفت علي شلون؟ فهذا بوصل طول
الجبل طول على الطريق لو بدنا يوصل لمدينة حلب فبده يملحه بده يملحه اجباري وملح ما بصير بس نحط له ملح وفرط على النار ما بعود بس ملحت بس ملحت الجبن ما بصير مشلل بده يكون حصرا جبنه حلوه يكون حصرا جبن حلو بده يكون حصرا جبن حلو ايوه نعم بس ندخل له ملح ما بيعمل جبن حلو هذا اللي بيستخدمونه الكنافه بيستخدموه ما بده يكون يكون اساس تجبينه اثناء التجبين ما نحط له ملح مو هيك نحط له ملح لكن طيب هلا انت جنابك عم تجبن عندك هون بتجيب لبن البقر لبن حليب البقر ايه وبتحوله لجبن بالضبط بيدوب الجبنه الحلوه ايوه وبعدين بيحط لك اياها هون لك هون المرحلة البدائية بدوب لي جهزها نعم سخنها تدوب حتى يتم سخنها لحتى تدوب نعم انت بتحط لها حبة بركة ايه فأنا هون بحط لها حبة بركة او بدون حبة بركة هلا في كان بحطوا مسكة وبحطوا هيك شيء ولا فيها فيها طبعا بقلبة فيها لكن ايش شو بيكون فيها حبة بركة ومسكة هي حبة بركة ومحلب ومحلب ومسكة ومسكة ترشها انت عليها سخنة ايه طبعا طب ليش ما بستخدموا كفوف لانه الكف نوع من نوع لصيق نعم الحراره بيزرع على الايد يعني هي سخنه نار بتحكي لنا هلا هي ديك عم تتسلوى نعم هي طبعا مشان فيشات يلا تتعقم هيك بالعمليه مو هيك طبعا ما بصير شيء مع النار طيب بتلفها بهالطريقه هي ما شاء الله الشباب شاطرين يعني ما هو طبعا طبعا طيب الزيتها بعد ما يبرده بعد ما يبرده حلوه الزيتها بتعود هي بتنشف ترجع بتنكمش عباره هي مي بيرده نعم عشان ما يلين الجبن نعم تم محافظ على حاله ما بتفرط بعدها؟ عشان تم محافظ على حاله هيك بهالشكل هيك طيب سؤال كان مي سخنه بترجع سؤال ليش بيقولوا انه الجبنه المشلله مسحوب خيره او دسمه قليل تغلوها انتم قبل ما تغلوا الحليب ولا بتغلوا الجبنه قبل ما تسوى؟ لا هلا هو في جبن مسحوب خيره اساسا بفرزوا الحليب على الفرازه قبل ما يصير لا هلا انت جنابك هون ايش ايش بتستخرج من الجبن؟ بس الجبن انتم انتم حليب راسا لجبن حلو دون ما تسحب خيره ايوه يعني نسبه دسمه بتكون عاديه ما هي مسحوبه هذا الدسم اللي على الوجه هذا زبده هذا زبد هذا زبده هي سمنه هذا بترجعوا بعدها تستخدموه ولا شو بتسوي فيه هذا دليل على انه الجبن صار بخيره بخيره حلو هلا انت بعد ما تشيلها من المي من هنيك تحطها هون الملح هون بصير مي مالحه حلو حلو هالحكي هذا وانت برايك انه الاطيب الجبنه الخضراء ولا الجبنه المشلشله ولا الجبنه المسنره؟ كل واحد برغب شيء بس الاغلب الشيء مشلل ليه؟ شو السبب؟ يعني هلا كمان صار نعم هي جبنه فنيه مو هيك؟ وكطعم نعم برغب هو الناس هيك يعني سبحان الله اكثر شيء مع المامونيه مع المامونيه حلال نعم معروفه نعم فبياخذوا الجبن هاد بحلوه بحطوه في قلب المامونيه بيسيخ بقلب المامونيه، المامونيه حاميه سخنه بيعطي مطه نعم هلا هذا له مطه مو هيك بيكون الجبن؟ ايوه 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 هلا هون دوبه باول مرحله نعم جهز لي اياها جبنه حلوه بدون ملح بقريه ايوه قصه انه غنم ما برايك ما في غنم هلا في بس قليل جدا كثير قليل قليل جدا لا انت عم تحكي انه البقريه سعرها 4000 معناتها الغنم بده يصير سعرها اضعاف مو شرط مو شرط يعني معناتها قليل لانه صعب يوصل لبن الغنم لهون على الطريق حليب الغنم عفوا حليب صعب يوصل لهون. صعب يوصل لهون هذا السبب المسافه من السويد منطقه السويد او درعا نعم هل تعي شلون فصعب نعم هلا هي اجى اذا الجبنه الحلوه هلا نحن هون هلا بس الجبنه الحلوه اذا حاولت تاكلها لحالك ما تتاكل معك ما لها طعمه بلا ملح مو هيك اكيد ما لها طعمه بس سبحان الله ناس يعني معناتها تمليحه المشلله هي اللي بتخلي لها طعمه طيبه الملح ملح الملح اساس الجبن نعم يعني انا بقول لك جبنه بدون ملح هلا انا بدي احاول نسحب الزبده منها هي مية الجبنه اللي بقولوا عنها مشان الكعك نعم بتسوي فيها كعك عيد هي بتكون على وجه هي لا بتطلع قلب الجبن هي بتطلع من عم الجبن بتطلع نعم هي بتشيلوها على الزيت انتم هي مية الزبده مية الزبده هي نعم. نسحبها هي بصير منها الزبده الحيوانيه هي لا البقريه هي ما بصير هي بصير فيها كعك تسوي فيها نعم نعم لكن الزبده الحيوانيه البقريه بتطلع بحمامه مشهوره هيك من الحليب فرز حليب هذاك تفريزته قبل ما يتحول له قبل ما هذاك ماده الحليب حطوه بالفرازه بطلع من الزبده نعم نعم بالضبط اذا رشيت له هلا هو هيك رشينا له حلو التبليل مثل ما بقولوا بلشنا نحركها هلا هي درجه حرارتها يمكن فوق ال هي درجه حرارتها 80 90 100 تعادل 75 75 ببرد جبن وجهه بيرد نعم
فهمت علي؟ وإذا كان بهالشكل هاد حلو يعني الأيام بهالشكل درجة حرارته 60-65 مو كتير يعني. هلا إذا بس نوعيته سيئة ما بمط هالمطة مو هيك؟ إذا نوعيته طبعا أي شيء في قلب الجبن ما بيعطيه المطة هيك. إذا أي غش يعني قصدك؟ أي شيء دخله غش ما بيعطيك المطة. خلينا هيك نشوف الشباب ما شاء الله عليهم. يلا طيف ايش الخبره ايش صار لهم شباب بيشتغلوا على الشغله؟ هذول صار لهم تقريبا سنه يعني 10 لازم سي دورات جنابه دورات للعالم بهالقصه هي بس يصلح مصلحه ما تطلع المصلحه هذا سر مصلحه مضبوط طيب بتلفهم بتسيهم هلا هيك دويرات بعدها نعمل على البطيء شوي حلو حلو لفيتها صارت جاهزة هلا لعبة تفرج بده يفرط قلبه مثل حكيتي تكون صار هون المشكلة صيام هون المشكلة يلا الله يعطيكم العافية شكرا أبو حسن العمري معلم شيخ شباب السلامة.